بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان قبس من العقيدة الإسلامية الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الثاني والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين امرنا باخلاص العباده له وحده لا شريك له. والصلاه والسلام على نبينا محمد حذر امته من الشرك ووسائله الموصله اليه صيانه لعقيده المسلم من المفسدات والشوائب والمناقضات والمنقصات. اما بعد ايها الاخوه المستمعون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتحدث اليكم في هذه الحلقه امتدادا لما مر في الحلقات السابقه. في موضوع العقيده الاسلاميه وما يناقضها او ينقصها من الشرك الاكبر او الاصغر وكنا فيما سبق من الاحاديث قد تناولنا بيان الشرك الذي حصل بسبب الافتتان بالقبور والاضرحه والغلو في الصالحين وما يعتمد عليه من وقع في هذا الشرك من شبهات وفي هذه الحلقه نبين انواعا يقع فيها بعض الناس قد تتنافى مع العقيده أو تعكر صفوها وهي لا تتعلق بالقبور والأضرحة بل تمارس على المستوى العام ويقع فيها بعض العوام تأثرا بالدجالين والمحتالين والمشعوذين. وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأمور أولا لبس الحلقة والخيط ونحوهما بقصد رفع البلاء أو دفعه وذلك من فعل الجاهلية وهو من الشرك الأصغر وقد يترقى الى درجه الشرك الاكبر بحسب ما يقوم بقلب لابسها من الاعتقاد بها فعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صهر فقال ما هذا قال من الواهنه فقال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا رواه أحمد بسند لا بأس به وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي ثانيا تعليق التمائم وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادها يتقون بها العين ويتلمحون من اسمها أن يتم الله لهم مقصودهم وقد تكون التمائم من عظام أو من خرز أو من كتابة وغير ذلك لكن إذا كان المعلق كتابة من القرآن فقد اختلف العلماء في جوازه وعدم جوازه والراجح عدم جوازه سدا للذريعة فإنه يفضي إلى تعليق غير القرآن ولأنه لا مخصص للنصوص المانعة من تعليق التمائم كحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود وعن عقبة بن عامر مرفوعة من تعلق تميمة فقد أشرك وهذه نصوص عامة لا مخصص لها ثالثا التبرك بالأشجار والأحجار والآثار والبنايات والتبرك معناه طلب البركة ورجاؤها واعتقادها في تلك الأشياء وحكمه أنه شرك أكبر لأنه تعلق على غير الله سبحانه في حصول البركة وعباد الأوثان إنما كانوا يطلبون البركة منها فالتبرك بقبور الصالحين كالتبرك باللات والتبرك بالأشجار كالتبرك بالعزى ومنات وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر الله اكبر انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه رابعا السحر وهو عباره عن ما خفي ولطف سببه سمي سحرا لانه يحصل بامور خفيه لا تدرك بالابصار وهو عباره عن عزائم ورقى وكلام يتكلم به وادويه وتدخينات ومنه ما يؤثر في القلوب والابدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويؤثر باذن الله الكوني القدري للاذن الشرعي وهو عمل شيطاني وكثير منه لا يتوصل اليه الا بالشرك والتقرب الى الارواح الخبيثه بشيء ما تحب والاستعانه بالتحيل على استخدامها بالاشراك بها ولهذا قرنه الشارع بالشرك وهو يدخل في الشرك من ناحيتين الاولى ما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم وربما تقرب اليهم الساحر بما يحبونه ليقوموا بخدمته الثانيه ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركه الله في ذلك وهذا كفر وضلال، قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات خامسا الكهانة وهي ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب هو استراق السمع بحيث يسترق الجن الكلمة من كلام الملائكة فيلقيها إلى الإنسي وهو الكاهن فيكون هذا الكاهن قد تلقاها من ذلك الشيطان فيكذب معها مئة كذبة ويخبر بها الناس ويصدقه الناس بسبب تلك الكلمه التي سمعت من السماء. والله هو المتفرد بعلم الغيب فمن ادعى مشاركته في شيء من ذلك بكهانه او غيرها او صدق من يدعي ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه سبحانه وهو مكذب لله ولرسوله وكثير من الكهانه المتعلقه بالشياطين لا تخلو من الشرك. والتقرب الى الوسائط التي يستعين بها على دعوى على دعوى العلوم الغيبيه. فالكهانه شرك من جهه دعوى مشاركه الله في علمه الذي اختص به ومن جهه التقرب الى غير الله وفي صحيح مسلم عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود أيها المستمعون الكرام ومما يجب التنبه له والتحذير منه أمر ومما يجب التنبه له والتحذير منه أمر السحرة والكهان والمشعوذين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون فبعضهم يظهر للناس بمظهر الطبيب الذي يداوي المرضى وهو في الحقيقة مفسد للعقائد بحيث يأمر المريض أن يذبح لغير الله أو يكتب له أو يكتب له الطلاسم الشركية والتعاويذ الشيطانية والبعض الآخر منهم يظهر بمظهر المخبر عن المغيبات واماكن الاشياء المفقوده بحيث ياتيه الجهال فيسالونه عن الاشياء الضائعه فيخبرهم عن اماكن وجودها او يحضر او يحضرها لهم بواسطه الشياطين. والبعض الاخر منهم يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق وكرامات كدخول النار وضربه لنفسه بالسلاح ومسك الحيات وغير ذلك وهو وهو في الحقيقه دجال مشعوذ ولي للشيطان وكل هذه الاصناف تريد الاحتيال والنصب لاكل اموال الناس بالباطل وافساد عقائدهم فيجب على المسلمين ان يحذروهم ويبتعدوا عنهم ويجب على ولاة الامور استتابه هؤلاء فان تابوا والا قتلوهم واراحوا المسلمين من شرهم وفسادهم تنفيذا لحكم الله فيهم ففي صحيح البخاري عن بجاله عن بجاله بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب ان اقتلوا كل ساحر وساحره وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي ايها المستمعون الكرام الى الحلقه القادمه باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والحمد لله رب العالمين.